من بيروت من جديد أرحب بموفد الحدث الزميل إبراهيم فتفت. مرحبا بك إبراهيم من جديد، ما هي آخر التحديثات في ما يتعلق، يبدو أن هدوءا نسبيا منذ الساعات الأولى هذه في العاصمة بيروت وفي الضاحية، ولكن ماذا عن نتائج الليلة العصيبة التي شهدتها بيروت وكذلك ضاحيتها؟ نعم سعد، الهدوء منذ ساعات الصباح الأولى يخيم على العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية بعد ليلة عنيفة من الغارات شن خلالها الجيش الإسرائيلي 17 هجوما بالغارات الجوية والقصف من بوارج حربية قبالة شواطئ بيروت ضد أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية. كان الجيش الإسرائيلي حذر سكان تلك الأحياء من استهدافها وطالب السكان بإخلاء المباني المحيطة بتلك الأهداف ونشر خرائط بثتها الحدث لتلك الاستهدافات. المناطق التي تم استهدافها خلال ساعات الليل الطويلة هي منطقة الحدث وبالطبيعة الحال حارة حريك، وكان لها النصيب الأكبر من الغارات حيث سويت عدد كبير من المباني والمجمعات السكنية داخلها بالأرض بشكل كامل، كما تم تدمير عدد من المباني أيضا بالغارات التي وصلت إلى مشارف الضاحية الجنوبية وتحديدا في منطقة برج البر راجنة المطلة والمشارفة لمطار رفيق الحريري الدولي. بفعل تلك الغارات سعد سويت عدة أبنية ومجمعات سكنية بشكل كامل بالأرض، بينما تضررت مباني أخرى وشهدت أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض المناطق في العاصمة الإدارية وفي عمق بيروت حركة نزوح خلال ساعات الليل. هدأت الأمور نسبيا مع ساعات الفجر والصباح الأولى، لكن حصيلة القتلى في استهداف الباشورة من بارجة قبالة شواطئ بيروت هي 6 قتلى حتى هذه الساعة بحسب وزارة الصحة اللبنانية سعد. نعم إبراهيم، يعني صدى هذه الهجمات ووصولها إلى بيروت، يعني كيف يتداول الناس ذلك ما بين من يرى المقاومة يترقب ردا وما بين ما يميل إلى الاتجاه الذي باتت الحكومة تعلنه بشكل صريح، إن كنا نتحدث عن مجلس النواب أو حتى رئيس وزراء الحكومة تصريف الأعمال بضرورة وقف إطلاق النار؟ هناك حركة سياسية شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت أمس قبل أو بعد ساعات الظهر، حيث اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع رئيس حزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في دارة رئاسة مجلس النواب مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. اتفق المجتمعون على ضرورة وقف إطلاق النار والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار الدولي 1701 والذي ينص على وقف القتال في كلا الجبهتين، وأيضا على إخلاء جنوب الليطاني من كل المظاهر المسلحة باستثناء الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولي اليونيفيل. بطبيعة الحال هذه الحركة أيضا لاقت إقبالا من عدة جهات سياسية، إذ تحدث مستشار الرئيس نجيب ميقاتي عن أنه سيكون خلال الأيام المقبلة زيارة للرئيس ميقاتي إلى البطريرك المارونية ليلتقي البطريرك بشارة الراعي بهدف جمع المكونات السياسية المسيحية من أجل الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. هذا الأمر يحاول السياسيون في لبنان تحريك هذا الملف مؤخرا، خصوصا مع تصاعد الهجمات بهدف توحيد الصف السياسي في لبنان، خصوصا مع توسع الحرب واحتمال توسع الاجتياح البري الذي بدأه الجيش الإسرائيلي قبل يومين. من بيروت موفد الحدث إبراهيم فتفت، شكرا على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل.